اجيت دير صدي فهاد الصباح. عندك لا ريت تاكسي ديال مراتي داو لي هاد الصباح. قول لي دابا انت مع من مجوج؟ مع مرا. الا كاين شي واحد مجوج مع راجل؟ كاين عمس. شكون هي مسخوط الوالدين؟ اختي. اثر ديك تتفلى عليا؟ لا والله على راح تهنيت منك يا طالح ملانه، بقيتي كدور حتى شفتيها براسك. انا بغيت معندك 10 سنين ديال الحبس. الله على راحه تهنيت. الله على حلاوه. هذاك السر ورقيه. الله الرحمن الرحيم. سردي الحرامي اش كدير هنايا؟ عرفتي من امتى وانا كنتسنى مناسبه بحال هادي؟ هاد المناسبه ما لقاتش فين تكون غير في الكوميساريه. ما حنا على فالك. قلتي مالنا رقيه؟ واش حنا مخاصمين ضاربين مخابطين؟ الله يخرج هاد العقيده على خير. السردي يعطيني تي ساعه انا معاك بالله وبالشرع. بلا حلاوه. عمي سردي شاش كديري هنايا هاد المصيبه هادي؟ دوي ما كتنعسي لا بالليل لا بالنهار. جاي شغلي. الله على حلاوه ورقيه. بلاتي بلاتي ما تقطعش. انتي فايت لي شفتك. انا يا جرت بالحس القياس اللي جا عندك هاد الليله. اش بخاطر؟ بغيت نشوف جبريل بوجناح الا جات على خاطر. زيد هي احنا موجودين. احنا من دابا 10 دقائق جاري القياده للمكتب. شوف هذيك البرهوشه. مع ماشي طلق راسك دغيا. احنا ما طلعنا. طلق جاب با الحسن. لا جيت بوحدي. با الحسن باقي ما شفتوش. عيتي اكلتو. خصك تدخلي بحالك. ما تقدري ديري ليا والو. قضيه فيها فلوس كثيره وانا ما عندي منين نجيبهم. خصني نخلص جميع الخسارات اللي تسببت فيها البارح. على قبلي. علاش انت اللي قلتي لي حرق الكباري مولاته؟ ولا قلتي لي خرج في كاميو ديال الزبل؟ الناس ديال الجماعه صافحين هنا مقدمين بيا شكايه. هذيك خالتي الزا هي السبب. هي اللي غمضاتك عينك بالفولار. انا شاده والسيد الاخر اللي كان معاه. تاكسي اللي خونت؟ تاكسي ديالها. شوف معاك قبل تلقى لي شي خدمه. اللي ربحتو نعطي لها. نعاود لها بين الخرشاشات ديالها. هي السبب في هاد البلا كله. تخدمي معاها فين؟ خليجي ديال البارح عاود شفتيه؟ جاوبي. الفلوس اللي خرجتي على قبلهم طول الليل لقيتيهم؟ 25,000 كلها. وداروا بك ما بقاو ولاد السنه. واش عباد الله هذا حق ولا باطل؟ البنيه في عمرها 14 سنه تخرج للزنقه ترجع هرده للفساد باش تساوي خوها. واش الناس واحد غادي يبقى ساكت على هاد المنكر؟ علي هاد الحرام يخويج على راسو برميل ديال اللي صاوب ويقرع وقينا يتعلى نار من الشحيب. عيت يا زين؟ لا ما عيتيش. عيط؟ إيه رانا سولتك واش ما عيتيش؟ على زين ماشي على منواله. لا انا منواله. انا راه العساس ديال الدرب بما فيه الكوميساريه. كاين شي ما نقضيو؟ بغيت نعيط على با الحسن جامع كان كوميسير في البوليس. ايوا راه التليفون عيطي لي. ما غيبغيوش يصرفوا ليا الصباح. ما غيبغيوش يصرفوا مع الصباح. ها التليفون ديالك على وجهك. صح؟ على وجهك ديال الكذوب. شحال النمرة؟ 061 061 07 07 08 08 87 87 هانتي هادري على خاطر. شكرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ونهار زين هذا. واش دري؟ ألو با الحسن. وين معاك؟ تسير ديرس باش يلاه خدتي الفراش. حطيت موطوري هنا مشيت للمحلة باش نشوف ما نرهج. جيت لقيت هذا الموطور هذا. ايه ورا موتور كذا مير. الو كيبقى هشام؟ افتح العمليه نجحات. فين كنتي؟ انا في باب الكوميساريه. لا هذا ماشي موتوري. موتوري فيه الكحل والخضر. ايه ورا ضربوا البردوز راه. وما تفلاش عليا الله يخليك. بغيت موتوري انا. احسن بغيت نقول لك شي حاجه. اه قولي. واش بدلي بغيتك تخرج جبريل بوجناح من الكوميساريه؟ كيفاش سيد مول الطاكسي اللي صيفط لك البارح؟ كنت يا غاليه كلتو. وانا عطيك داك الشيء اللي طلبتي مني. كلتو؟ ايه هذا اللي لهنا البروشه. هذا البروشه
برهوشة شوف يا الخانزة والله ما جبتي لي الطاكسي اللي خمسة. شوف اسمي انا بغيت موتوري. كلثوم كلثوم باغي تمشي راكب على 7 مليون وتزيد عند كلثوم. تقزمت لاكار وسير يا بنيتي الله يقزمك. كلثوم كلثوم خونو لي الموتور. ايوا نعرفش اش غادي ندير دابا. نشوف مع الباشر وندير معاه العشية. فين قلتي لي هذاك السوق؟ سوق العفاريت. غنجي هاد الليلة ربما نلقاه. عندي شي فلوس غنقول الوالدة تزيدني عليهم شوية ونشوف إلا أنا لقيتو. ماشي هاد الليلة خليت نقول لك. غتعيطي ليا؟ عطيني النمرة مقيدة. قيدي. شحال؟ 022 اها 30 اها 86 50. سلامة. في الماريو تا حاجه ما الصما نعطيك يا ويلي ما حشمتيش جايه مقزبه بحال فجر. عمتي راه ما يمكن ليش نرجع للدار هو هنا. هذاك اللي كتقولي عليه هو هذاك راه باك والناس ما كيقولوش على حبابهم هكا. حتى سنين واربان دابا عاد بان وملي فتشوا عليه وقلبتوا عليه راه بان. تنسولوا فيه ولا ما كيسولش فينا. ياك فيك النعاس ودخلي ترقدي وهذيك الهضره هذه ما تقوليها تيكون عندك ليها الجه. سمعتي ولا لا؟ ارقدي الله يعطيك الحمه. ها الجلابه اللي طلق لوالديك. الغلطه ماشي ديالك. الغلطه ديال هذيك السفاليه ديال تمك اللي طلقك دايره ما بغيتي. ها بقاي دوري بقاي دوري تجيبيها في قزيبتك. عمتي ما بقيتش كي كنت. اه راك سمعتيني بلا ما دير راسك ما كتسمعيش. ناري منين انت؟ هاد الصباح. واه يا ناري واه يا ناري على بنت خويا. يا فين غنعطي راسي؟ يا واش غنقول الجيران؟ ودابا دابا غنديك للسبيطار ندير لك سرتافيكه. والله يا بوه لا فلت منها. مشى فالت عمتي. كيفاش مات؟ مات ياك ما قتلتيه؟ لا مات بوحدو. لقيت فلوس 25,000 درهم اللي خاص العمليه بالحق بغى يقسمها معايا. شكون هو؟ بيت دوك. هذا شنو تاني؟ عند من داتني خالتي يسا تبعني لواحد البطيمه باقي ما كملتش في البيت. فواحد خينا مربي كلب كيس معاه. طلعت كنجري قلت يمكن العساس يعتقني. شافني من قبل غادي بلاش كيبقى عاقل عليا. لحت فلوس بزاف وليد صغير في التعرف تاهو بحالي. لحت له الفلوس يوصلو من امي الا جرات لي شي حاجه. بعدوك جهل قلت له الفلوس ما بغاش يفلتني انا. تبعني في الدروج الفوق ما بقيتش لقيت فين نهرب. شدني وتكرفس عليا. مات؟ قتلوا الكلب نقز عليه ولحمه فوق الطواي.
عباد الله كيخسروا غير في الخواو وتشفروا يخرجوا على براين عشو ثروة الأجانب في الوقت اللي عندنا فئات ديال الناس كيعانيو من الفقر. هذوك فلوس يدار بهم معامل تقلص بهم البطالة وتكفوا بهم عواقب الهجرة. الناس اللي كاينه في بخيرات هذا الشعب راه خصهم يتحاكموا باش يكونوا عبرة للآخرين. اش دار ضد هذاك اللي هرب ما يفوق 300 مليار من أموال المستخدمين؟ كلام الراديو هذا. أنت في قسم فلان ماشي في حزب. اش جاب موضوعنا لهذا الصوت الضامر؟ هو موضوعنا علاش كان بعدا؟ أنو هذا هو متريكيل. لا والله ما كان تريكيل كبير. وتبويقات. كملي أنيسة وباختصار من فضلك. باختصار الساد هو دخينا كيعرف غير يجبد البلا وتركن في القنت ويضربها بسقلة. خلي عليكم في التقارة ما نعشتوا لي. وبايد زران وجاي نسكان وبايد زران وجاي نسكان. انتباه جميع ملاحظه واجهه ما فيها باس الا تممتي الفكره ديالك بوضوح عوض ما تلجا السكوت وتخلي الاصدقاء ديالك في عراك. هذاك الاستاذ راه كيعرف غير الا قيسلوك الاخرين ويتسخر اللور اما الشيطان صاحب الوسواس الخناسي العياذ بالله. كاش من وسواس ولا خناس عارفاش كتخرجين في فمك الهضره كتعلى المنشات الثقافيه والاجتماعيه وزيد وزيد من كلام الراديو كيف قال هاد خينا. انا راني ذكرت سوق العفاريت. خلينا من الخوار اللي يرضي عليك. شي من خوار الاستاذ كتكلم على خرافات ما هي غير في الدين ديالك. اش من سوق العفاريت ولا بازار الحريات؟ انا اجي كساد هاد الليله لا غدا بالليل وتمشي معايا تشوف بعينك تما خصني نمشي نقلب على موطور يخونوه ليا هاد الصباح. المهم تشري لي واحد اخر احسن من هذاك سعدات اللي عندهم معوض باه. على فين باه؟ الزير ما عندوش باه استاذ من الدراري كيجيبوا بالله رسال حجر ما باغي ضرب ضرب هكميت كم الكلب يا القتالة زير ما فيكم لا شفقة ولا رحمة لا تدل الكلب ساكك لوح بشوية يا صعبي بشوية ما تستاش ربي تنسون في العشية نعم موجود معلومة نجي العشية حفيظ بالا هذه المرة الرابعة وكيعيط خصو الفلوس في العشية يمكن ما تلقانيش معشية على برا ما كلتك تلقاها في الكوزينة لا ما كاين لاش غندير ساندويتش في الزنقة باقي مخاصم معايا انا ما كنت خاصم مع حد بون هاني مشيت
زير عطية؟ نعم. الشرطة بغيناك أولدي تشهد لينا في قضية موت المدعو بادور. واخا. عقلتي على هاد السيد؟ عقلت. يلا أولدي. واخا. قالك واحد الحسنه غادي ديرها، غتورينا البنت فين كتسكن. عندي تدريب هاد العشيه ما خاصنيش نتغيب. اش من ساعه؟ مع السبعه غادي نوصلوك في الوقت. ناري هادي امتى جات؟ هادي امتى جات؟ سولتك يا ولد الحرام اش كدير؟ جاوبتيني بسؤال. هاك حقر عليا. هاك يا ولد الحرام انت نقطت ونسيليك روحك. يلا شد. يلا حشد. باقي تعاون شفتي شوف. على حلاوة. المهم تاي. عمتي شحال في الساعة؟ تي سيري ترقدي سيري ترقدي تي تاني جات قطشة. خاصني نخرج دايرة مع با الحسن نشوفو. يحسن ليك بلا ما السردي السردي واش ما كتهد لا بالليل لا بالنهار؟ الله يعطيك هدا في صحتك إن شاء الله. قلتي هنا؟ خلاتني ودخلت مع هاد الزنقة، ما قدرتش نمشي معها، كان سوق عامر وخفت على موتوري. اش من سوق؟ سوق العفاريت. أنا غنمشي نشوف. سمحي لي يا ليلى عافاك، أنت كنعرفها، حيت ماشي بزاف هادي باش تشوفنا في الكوميسارية. ايوا هي الناس بقى غتضحي لينا هاد الليله نجيو نتفرجوا. الله يمسخك لك تي غتفلي عليا. لا لا حاشا حاشا. ايوا فين غادي؟ واش غنقول لك سردي راه خرج من الكوميساريه، انا غادا نحيح ليه هو ولقي الغليظه الا لقيتهم. انت فين غادي؟ انا غادي عند با الحسن. وسير قبل ما يحل القريعه ديالو، راه في الدار. انت كتعرف الدار؟ ايوا اللي عنده لسانو ما يتلف. وبلا فوضى. كونك هاني. بلا فوضى. كونك هاني. الله على حلاوه. المهم تاي بلا حلاوة وعقوقة. هلا سردي ولا تحسنا فيها. والله يا أبوك يا سردي لا خرجتي اليوم. حلاوة حلاوة بلا حلاوة. اش كدير هنا؟ تخوت الله اش كدير هنا؟ انت منين دبرتي لي على هاد الكاع اللي جبتيها ليا؟ منين غندوز ليها عبر الله؟ منين؟ منين؟ انت حرام اللي كتدبر لي على هاد الكاع. والله ما انا اللي جبتها. منين عبر الله؟ والله ما انا اللي جبتها. والله يا حرام. والله على الحلاوة. عبر الله وراه جيت هادو كتكتفني عبر الله. المهم تاي سدت عليا. بكي يا وليدي. انا بقات يا ويلي يا العيالات. يا نعلو الشيطان اش هاد الطيحة دايرين؟ يا ويلي مالكم؟ ياكي 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 يا ياكي ما دايره فيا هاد المنكر كلي عندك وانا مزاق اخبار. واللي بغى حرامو يحضيه يدير دفا ويسد عليه. واش انا غنبقى حافلكم هنايا؟ هاي 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 عمتي اش كاين؟ شي حد سد الباب وانا خاصني نخرج. خرجي من السطاح قلتي ملي كنتي تنقزي نضر باك وجيتها لعندي انايا. اجي بعدا. واش لابسه شي حاجه من تحت هذيك الجلابه ولا والو؟ لابسه لابسه يا رانا معاك داويه. الله يعطيك
المشجعين قدر صدره المطلوب من قبل قوات الاحتلال. الوقت ميتة هالأيام يا العياد وملاح حتى حاجة ما بقات كتمشى. كاين شي خبر على كلثوم؟ ما بقى لها والو توصل. دار التليفون هادي واحد الساعة غتكون دابا في الطريق. ما خصنيش نتعطل با الحسن، خليت الدراري كيتسناو على برا. كنتي تقول لهم يطلعوا؟ لا ما كاينلاش، الا ما جاتش من دابا ربع ساعة غادي نمشي، باقا تابعني الخدمة بزاف. كون غير جيت أكد لينا على هوية الشخص اللي اغتصبها كون حسن. نجيبها ليك إلا ما قديتيش تسناها. نعول عليك أبا الحسن نجيبها لينا. نفوت هاد الصفحة هادي راه باقي عندنا بزاف ما يدار. إي ميرسي بوغ لاكوي. والله يا ولدي ماشي مجيتك هادي. بغيت تخرج من هنا يا يا انا يا فينكم يا الدريات عمي السردي اويلي باع السردي عندك السردي هذيك الذكيه شويني فيك واخا عمي السردي شوفوا الحميمات فين زارحين بك يا وليدي باع السردي الله الحلاوه احنا من جمعية معترف بها جينا باش نتكلموا معاكم. قاعدة زهرة عند السردي بك يا وليدي. سمحوا لي انا ما عندناش الوقت. علاه ما خدامهاش معاه؟ سولوا عمتي تقول لكم. اشنو زعما؟ غير جينا نزودوكم بعض النصائح الصحية. ظهر لك فينا مرض السارس. عمتي خرجتك من الدار بسلام وانا مشيت. اجي يا بنتي. السر. اجي يا بنتي اجي هاكي خذي هذا استعمليه الى دعات الضرورة. شكرا. يا بسلامة خوك حتى هي داخله للميدان ايه حراميه ما كرهاش وديرها راسها ما قاداش الليل كامل وهي تطوطح في الزناقي تبع الدرام خدي هذا حتى انتيا وهذا ديالهاش هذا وقايه هاد الوقيه ديال الفم ولا ديال الراس هذا ماشي لك انتي هذا السيد اللي معاك وما حدايا علقه وقات بك يا وليدي وابا حصرني عمتي البوليس وانا البوليس هي معترف بها كنحاول نساعدو هاد البنت هذا السردي بالسرعه تطلق مني هاو بغيت نجربو هاكو جربو يلا تسطر راه شوف تسالو الشيطان فمك امي يدي يلا ماشي لحال مش ضعيف شاب نوفل شفتك عند البارون ايه عند البارون شفتي شنو واقع هنايا بوليس البوليس يلا طلع نوصلك في الغابة يلا طلعي مادين اللي غنمشي من هنا لا ما نستعملش بورطابل كندير التليفون واحد لاكابين هنا يا شنو كلشي على مول عين مالو شدوه اليوم عرفه بالحق ما تقولها لحد حتى نشوف اش كاين لا ما نقولها لحد لا شنو جاني ايه با بانيك سيل تو بلاي داكور واخا شكون اللي كاين في الولاد زيرها هو لحظة عليكم أجي نقول لك ها هو يلا نزل محطة موبيل ديال البوليس بوليس؟ لا ما صافي شكون كان؟ إيه قضية صيفطيه ليا نشوف معاه أنا لتحت في الباركين بالحق ما تقولها لحد حتى نشوف أش كان صافي مالك ياك لاباس والو زلت عطل
الزير راه ورا هو الزير. ما عرفتكش. اسمك عفاك زير عطية. انت مع هادو؟ نعم. وعلاش كيسميكم الشياطين؟ شكون كيسمينا الشياطين؟ الناس. وعلاش اختاريتو هاد النوع من الموسيقى؟ ها علاش سم ولا سمعتي مزيان لهاد الموسيقى وتمعنتي فيها غادي تعرف علاش. حافظ فراسك مو نايم تشد؟ لا امتى؟ اليوم في الرابعة. ما فراسيش؟ كيفاش شدو؟ بلا ما تعيي راسك وبدا تمثل عليا. انت اللي بيعتي به البوليس. اش كتقول هذا؟ مو نايم ليال في الحبس وزير هو سبابه. انت وانا حنا بجوج اللي كنا كنعرفوه في المخزون. نقولو كيفاش نقولو؟ هي دابا انا كنكذب. لا ما كتكذبش بالحق. هذا ما يمنعش انك تكون غلط. غلط هذا مزوقك حيدي. قلت لك ما تقولها لحتى شي حد. هي دابا انا غلط. انا غنخلط امك فيك الا ما سديتيش هذاك الدرقوم عندك. لا تخفق مني فايت القلع عليك شي شيطان جبتك البياع. لاش ضربتي العربوغ؟ لاش ضربوا؟ لاش انا شتو من ينزل معاه واحد الطوموبيل ديال البوليس وطلع باش يتجسس عليكم وباقي تقول حمار طيح بوك بحالو. واه خليه ما تلقونوش شكون غادي يطيح الاخر انا ولا انت. حكرتي عليه هو طيحتي ياك حتى عرفتي ما يزربش عليك. تسحب راسك صحيح بالصح وطلق مني. عطلق مني لما نخمو خاص امو شي من خبش وتعلم حطيتو على الزير. سافا سافا طلق سافا سافا سافا. بغيتي على الفرشه دراري شهدو مزيان. زير ما بغاش يقول لهاد بنادم هذا باللي ماشي غير نتوما بجوج اللي كنتو عارفين منعيم فين كيتخبى. ما بغاش يقول لك باللي انت راك تعرفوا فين مخبي. ونزيدكم قضيه اخرى انا اللي وريت لوكال للزير فين يخبي منعيم. حنت زير ماشي عطاي ماشي برقاك زير. دراري 3 ايام هادي انا كنت في كوميساريه يومين وانا مشدود اضطريت باش نقول لهم على كل شيء. وانت ديما كتقود ديما تتزرب. السلام عليكم الدراري. اسمح لي يا زير اسمح لي انك تشعر. شرتي لي شرت منك شحال مرك بقيتي تحت في يديك. يا منك شوني مار يا ما بقى ما نهضر وقاميتي الصبر
انا نقول لك نصبوا اغنيه تناسبنا حنا بزوج نديروا في لابوم جديد وما يكون غير خير ان شاء الله. كان شكرك خافي يا السيد اللي تعذب معايا الليله كلها وفي الاخر دخل الحبس على قدي. خاصني نشوف شنو ندير نفككم لهاد المصيبه. علي زين على سلامتك. اذا دابا فكري مزيان فهادشي اللي اتفقنا عليه وغيكون ديال الخير ان شاء الله. باي باي. شتي يا بنتي ولاد الحرام، قالوا لي القطعه ديالي وشربوا لي شرابي ودقوا لي وطلبتهم مع العود كانوا غادي يهرسوا لي. سيري يا بنتي سيري ادخلي في حالك الليل واعر عليك. سيري يا بنتي في حالك سيري ادخلي الليل واعر عليك. هذا هو الليل وهذا مالي. هنيه خليك على خير، انا خارج للبحر مع الرئيس احمد. الرئيس احمد سقلتها والله سقلتها سقلتها. سيد الغالي لا مال الهديه قلتي غادي تمشي للبحر مع الرئيس احمد وهاك دير لك هذا الصطيل هذا تاع المحلو لا تعود تخص وزيدوا على هذا الشتيوى هذه. اري الله يا ودي هذا هو الليل وهذا هو مالي. أخوي علي أختي جسطل باش نحيد حتى أنا هاد الوسخ. زير زير جيت تسلم على السيد؟ انا جاي. ماما ما دارتش تليفون واحد البنت سمها كلثوم؟ لا جي بغيت شي شويه ديال الفلوس للعشيه. جهداش علاش ما قديتي نشوف الا انا قدرت نرجع موتوري. الموتور الا مشى ما بقى يرجع. بالحق جرب الفلوس تلقاهم في العشيه في المجر. واجي سعيد عثمان هذا اسمعش غادي نقول لك حجز لي سويت وبيت ناوي نجي نفوت 15 اليوم معايا من اول لهاد الزير. 15 اليوم اسمع وقول لحمد يتهلا هادو ناس من اعز خلق الله عندي نبغيهم يكونوا في احسن الظروف. صافي تبقى على خير زير. سي با بوسيبل ان نحب الحياه أن نعشق الشدوى والضحك والرقصة، أن نرى مستقبلنا أقل سواداً من تلك الصورة المعتمة الموضوعة لنا، أن نثق في أنفسنا وفي الآخرين، أن نؤمن بأن عالمنا يأوي غير تلك الوحوش الضارية المختفية في أوكار من ظلام والمتربصة بنا وراء ابتسامات خادعة. اعتناق مثل هذه الأفكار والمبادئ اليوم قد يبدو للبعض وكأنه استفزاز يحل من أجله اتهامنا بالشيطانية لساتانيزم. يبدو أن تطور الأفكار قد اتبع نهجا جديدا شأنه في ذلك شأن النضج الروحي لدى العديد من معاصرينا. فلنعد إذن هيكلة نفسياتنا وأجسامنا على أسس المعرفة اللامتناهية التي لا يأبى الإنسان إلا أن يجنيها دائما وذلك حتى نسلم من غسل الدماغ
الفورماتاج الذي يريد البعض إجبارنا عليه. أنهيت. شكرا زير. سيف، رأيك من فضلك؟ لولا الحياء من هذا المجمع والاحترام اللي كان كنولك شخصيا والأستاذ لو كان غادرت القاعة باش ما نسمعش مثل هذا القول هذا. وانت؟ قول نعم أستاذ، اللي ما كيبداش بالبسملة يحمل معنى على جبينه، لا فائدة في إنصات إليه. خلينا من التخربيق ديالك يبدأ باش ما بغى غير يقول كلام الصدق. زير الساد عنصر خطير، كلامه ومعاملته مع الناس كتلوث الجو وكتعكر صفاء الرؤية وراحة الضمير. لهذا كنت لمسوا منك الساد تعفينا من السمع في المستقبل الصوت مثل صوت الحمار. الحمار هو بكر الكلب. هاد المرة ما غترميو تحت من البالكون، اجلس بلاصتك. إلا باقي نتقتي بكلمة حمار مرة أخرى غنخلي ضربوك. تخلي ضربوه وحرية التعبير أستاذ. فيما يخص حرية التعبير، حتى حد فيكم ما تسأل على سبب الغياب ديال صديقكم طارق الراجي؟ في الحبس أستاذ. نعم في الحبس. يلا وصلتنا أخباره هذا الصباح. لقد تم إلقاء القبض عليه بتهمة الانتماء لما يسمى بعبادة الشيطان. إمتى غتجينو بتكازير؟ ايوا ها انت تشوف بعينيك ما دار فيا داك مسخوط الوالدين. ايوا دابا خير منك امونيا، غتصبري معنا ونجيو بجوج نخدموا عندك. حتى انت؟ حتى انا ونجيب لك كاع صحابي. ايوا اللي عندك هوليود ديال طيط مليل هنايا. ايوا اجي تشوف معايا شحال ديال الخسارات. يلا انت غير تشوف بعينيك انو في الاخويا. خرج عليا سخط الله، وقف لي الحركه ما كتعرف لا من القدم لا من الاخر. والله الا محني حنيت الحينه. اه ايوا الله يمدي ما تسال. هانت شوف مين غيجيني الفلوس ديال الاصلاحات انا وفي الاخويا. نتعاون امونيا ومي يكون غير الخير ان شاء الله. الا كنت انت معايا غير يكون الخير. اما اللي فعل قرطيطه ما عندي فيها ثقه. وعلاش خالتي امونيا؟ خالتك تخليه من عينيك. قولي لي غير اختي المخليه رديتيني قرينتي الزه. لا انت صغر من خالتي الزه. ايوا قولي لي غير اختي. صافي مشيتو. ايوا هذا هو الوقت. الله يعاونك يكون غير الخير ان شاء الله. ان شاء الله. باي باي. الفعة باي باي. ميكون غال خير. عندي صاحبي محمد دابا على هاد السيد اللي قلتي لي عليه. جبريل بوجناح. ندبروا على السلف ديال المطور باش يفتح الميلف. شي الاخر نعطوا له النهار يخرج بعضه. خاصكي غير انت تكون على استعداد. انا على استعداد. يا منك زونيمار يا ما بقى ما نهضر وقضيتي الصبر كل ليله راني سهار. الله يا منى امور ما تسمعي الكلام العديان اللي بينا رافور وما بغاو حنا نسيان. يا منك سفيني يا لقيني وهنيني لو كان جيتي تبغيني دير لازم وديني. اه لله شوفي فيا كلمة في الكفية خليني قوليها ليا ونجيب والديا. الي تهلي لي فراسك. كلثوم شنو؟ ما تنسيش تسجل الله يرضي عليك. صافي صافي. كلثوم كلثوم سولدي شكون اللي قال لك انا هنا؟ ايه انا عارف باك. فين هو با؟ عند عمتك. يا كوني تحشمي هذيك المسخوطه يا سمعي الكلام باك. خوك راه خصو من يداويه. عندك تحسبي راسك تصنتي ليا ديك السقعه المصنقعه ديال تمك؟ راه ما عندها ما تقضي لي. وزيدون هو راه باه وبغى يتهلا فيه وبغى يداويه ومن حقه. ما محتاجين لحد اخويا انا نتكلف به. كلثوم تنسينك تمشي بحالك ونرجع للدار عندي بزاف ما ندير. اتفقت انا والشاب نوفل نسجلوا البوم ديال راي. اتفقتي مع الشاب قوفل قبل ما تتفقي مع باك الحماره؟ انا في ذمه امي وامي ما تقوليش لا. انت في ذمه امك ملي ما نكونش وفي هاد الساعه انا هنا. ايوا الا
كنتي انا جي منعني من داكشي اللي بغيت. قدام القانون عندي الحق نتصرف كيف ما بغيت مادام حياتي كلها وانا عايشه بلا ولي يتحكم فيا. انا ناري بلا بنت الصغعه. ويلي ها ويلي بلاتي ها. ايوا شتي دابا هاد الحاله مزيانه لك انتي مزيانه لي انا ها. هادشي دابا اش غادي يقولوا الناس؟ غادي يقولوا كنتي باركه عدي هدوي هضري ها ويلي حشمتي بيا. اش غادي يقول دابا هو براسو؟ اش غادي يقول علينا؟ خو غادي معايا يلا سيري تبركي انا غنمشي نصاوب لك واحد الكاس ديال الزعتر. انت ودك حتى انت بالحق الا كان عندك مشاريع اخرى انت حره ما نبزش عليك ولا احتجت رخصه من عندي انا ما مشيت نصاوبها لك ما باغي لك غير الخير. قبيله قلت لك انا هنا ماشي باش نفرض عليك وجودي بالعكس زعما انا هنا الى احتجتني في اي حاجه. اما داكشي اللي خلاك تحقد عليا منو دابا يجي الوقت وتفهميه تكبري وتجربي وشوفي الزمان اش قادر يدير الواحد عاد حكمي. هني سلمي على راجلك. لا حول ولا قوة. بغيت نمشي هاد الليلة لواحد السوق كيتباع فيه داكشي اللي كيتخون بالنهار. شوف ان انا لقيت شي حاجة من الموتور ديالي نريكيبيريها. إلا دزتي للدار تلقى داكشي علاش اتفقنا. شحال خصو يمينة؟ أنا معايا فلوس. سمعتي عثمان اش قال؟ سمعتو. شفتو سكن عندك الوالدة. قولي له الاقتراح اللي كان دار باش نمشيو عندو شي يامات سا مارش بو موا. نيت حتى انا خصني نغبر من هنا على ما يتفاجئ. علاش واقع؟ لا ما عندك علاش تخلع امي. دابا نفسر لك غنقول للسيد هذاك الشيء اللي قلت لك. سمعتيها اش قال؟ كيف غادي نسمع وانا بعيد على التليفون؟ قال لك نمشيو لعندك. قول له لا بغا نمشيو من دروك. لا نفضي قضيه الموتور ديالي بعدا قبل ما يغبر له الاثار وديك الساعه نمشيو. قال لك اريدك تليفون نهضر معانا ديريكتوم بلا ما تبقاي بيناتنا كالرقاص. الو سي الزير شوف ولدي راه كلشي موجود نمشيو وقت ما بغيتي. لا اعطيني مهله نفكر فيها كيف قلت لماما على قضيه الموتور اللي تخون ليا. البحر عليه نسري لولدي طوموبيل انا. شوف عزل الماركه اللي تبغي والفلوس ها هما من دروك. ربي يخليك السي عثمان ربي يخليك ربي يخليك. فوت لي ماما عافاك. ماما دبري لي على الفلوس انا مزوق فيك. وصافي تلقى في بيتك ومعشاك. لا غندير ساندويتش في الزنقه. ماما ما عيطاتش؟ شكون؟ ما تفليش عليا راكي عارفاني على من كنتكلم. لا ما سمعتاش عيطات. بسلامة. هذا هو اللي
الولده الدري تسينا صاحبها نقول لك اجي دير الناس شنو سميتي زير عطيه اه اش من سميه هذا صاحبي وكيخليكش تخرج بها الزنقه بحال ما بدا علاش مالها ما عرفتش صاحبي جاتني فشي شكل ماك ما تسمي راجل بحال عباد الله كلها مثلا ميلود جيلالي عباس عطا الله سميت وانت اسمك زيكيلا اه زيكيلا زوينه سميت هكذا كيعيطوا عليا من نهار بديت كنعقل خيش على همزه غتصين با ما عرفتش اسمك انا جيت نقولها لها راني معاك دابا عندك البنت عندك انت ضيعتي لنا الساكه صاحبي تفوت مالك مال وشوف احذقه ولا حذقه لولا ما عرفت اسمك زيكيلا شوف الشيره ملي تكون معايا راه خاصك تكون هكذا طير شي بنت ساكن قبر ملي تكبر ربي تنقبرك وداك الراس اش فيه قنبوله ولا شنو شد وها انت دابا كون طيرتي لها الساك وتبعوك والله ما يشدوني وعلاش اللي ما يشدوكش وري ديك 100 درهم اتبعني دابا لعب داكشي الكامل هادي راه اش عطيني 100 درهم 100 درهم ديالي ولا غندخل فيك بشي راس هاك هاك انا بغيت نوريك بنادم علاش قال راس طنق اللي جا كيشمتك انا ما كنعرفش ما والو ها 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 في ساكن في المدينه القديمه شمن جا في المدينه القديمه السوينيه مني خرجتي ليا هاد العفريت هذا مني خرجتي ليها ويلا لك تي غادي للمدينه جيت مع واحد البنيه واحد النهار حتى لهنايا ودخلت مع هاد الدرب باغي البنات صمتو على ماشي الريضه ديك عاد البنات عندي واحد عمشي تعرف البنات اللي بغيت كتعرفهم وحده بوحده كيما بغيتاتكم كحله بيضه طويله رقيقه صافي فهمت ويني راك واحد البعكاك منك ما كان سير والله وزيد عمتي انا زيكيلا عرفتك زيكيلا شفتك من تقبا اش باغي جبت لك واحد صاحبي سميتو معاك لا كاع ما بغات تشد ليا الحق بالحق هو مزيان ها انت شوفي طلع لي من تقبا طلع واش بغى صاحبك ويلا عمتي ياك ما مكتره واش غيبغي من عندك ديبلوم في علم فلك باغي بنت خلو خير لك معك خضره الله الحلاوه وفي الكرقيه شي فلوس صاحبي راه كيقلب على جوا منجر قال لي زيكيلا يمكن تقوري على اي وحده هذه بنت في عمرها 15 عام ما كاملاش اسمها كلتو معياش بنت زهره خضرت العينين اش بغيتي بهذيك البرهوشه وهي باقا كتبول في الفراش نجيب لك 5000 درهم الا لاقيتيني بها شنو هو 5000 درهم عندك عمتي راه كيتسطع لك راه سنتيم والاخر ما كيكسبوش ولا جايبهم اللي عارفو زاوي انت تزق دبرنا غير على نحسب حالك بالحق زينه الحرامي عوينتي هذاك اللي مسلفي لي هاد الليله نيت ما كاين ما يدار مسالف حب الزين شوف هاد الحديقه اه تتفرق على الدري تي اللي شتي باط لاصقي فيه اجي انت البوق والله ما بشي فات في هاد الليله حميمة تلقي الدري واش القزبك حملي ثلاث قياس الجرادة يلا الله يشبعك لبلا ويدا الحريبة عمشي دوري معاه لا 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 ل
على والو. جيتك في الكسوة ديال داك النهار باش تعقل عليا. نعقل عليك واخا تجيني عريانة. ودرتي النمرة ديالي بالطبع. 022 30 86 50. وعلاش ما عيطتيش ليا؟ ما بغيتش نشغلك على قرايتك. جابك زيكيلا؟ ايه. كتعرفيه؟ كنعرف الحميمة، كانت كتجي تسخر لمي مرة مرة. بغيتك تمشي معايا سوق العفاريت نقلب على موطوري. موطورك هدرت مع البشير عليه، نهار غيلقاه يعيط ليا. اش غنديرو دابا؟ يلا معايا. فين؟ للدار. هو ليديك؟ امي ما تقول والو. مولفة ولد الحرام كتدخل على البنات. لا عمري، انت اول بنت تدخل عندي للدار. صافي مشيو. واخا. الوالدة ما كايناش، معشي على برا. اياه. تفضلي. القرآن العربية والفرنسوية وهذو كتب تفسير، وعندي الانترنت إلا أنا بغيت معلومات على كل ما جاري في الدنيا. سمحي لي ندوز. ها فلوس الطاكسي اللي خلصتي. فلوس الطاكسي ما محتاجاش اليوم، محتاجه الفلوس المحامي اللي دافع على جبريل بوجناح يخرج من الحبس. 6000 درهم باش يفتح الملف. ها 6000 درهم صح. وها 100 درهم ديال الطاكسي. شكرا. اش هادشي؟ وقاية. ما عطيتش لمتك الفلوس على قبل شي حاجة، قلتي باغا تخرجي من الطاكسي من الحبس، ها باش ديري المحامي لا أقل ولا أكثر. بوليس؟ بوليس؟ تفضلوا سيدي. جاو يديوني. شي ناس ديال البوليس تيسولوا فيك؟ بوليس، جاو يديوني. تفضلوا سيدي. زير؟ زير؟ تسناو سيدي نشوفوا بيتي. يدو شاعل. موال تخرجوا حلي الضو مشاوي. يلا يلا. زير؟ 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 المرأة يا باب؟ نعم باب. شت. أهلا زينب. زين؟ نعم. بغيت نشوفك. ياك لاباس؟ كيبقى حافظ؟ شوية علي سخانة. زير مالك؟ شوف كلاب ودا نسينك في الدخله ديال الكلاب. قطع بغى يشوفك غدا. جيبي معاك محتاج ليه، خاصني شويه الفلوس باش نمشي نشوف الطبيب. واخا. Thank you.
تبدا من الكلاب. شفتي ناس حاضين يمكن البوليس؟ علاش حاضرني؟ باش تديهم عند حافظ، هو اللي باقي لهم الكومات 13. وانت؟ انا جاو عندي وهربت من الجردة، نقصت الحيط وهربت. الطوموبيل اللي كانت تبعها ها هي مورانا. هي هنا معنا فين نهربوا لهم؟ ندخلوا الدوار يمكن نفلتوا لهم. كنعرف واحد الدار عندها جوج البيبان، كل واحد في زنقة. حافظ بالا اي نعم اجي عاود معنا كاين هي الدريه والدري اللي معاك زينب نعم زير نعم زيدي زيدي شركي زيد زيد خويا الا جات على خاطرك شوف الا لقيت شي فلوس نخليهم جده شحال شوف شحال عندك ارائل احمد هاك اخويا عطي هاد الامانه جده السلام عليكم يا اهل المكان زير فين هو الشيف ديالكم الاولاد علم تتكلم على منعم ليال شهيد الاول في شياطين الهارد داو السبيطار الصباح يداو وفين حفيد الزير ها هو جاي بقى معاهم يفسر لهم بعض النقاط ما زالت عندهم غامضه ثم مال ملتكم صادين الحيط واحد ما باغي يشوف الاخر ما تسبش الملاه الزير وذكر الشهاده هما شهادتان اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فدنا الفقيه المغرب في ثلاثه ركعات ركعتان الاوليين تقرا فيهما الفاتحه وسوره بالجهر
والركعة الثالثة والأخيرة تقرأ فيها الفاتحة بالسر والصلوات الأخرى بعد ما كانت الصبح جوج وبالجهر سيدي راه اسمع راه الدنيا كتخلع والشياطين بالصح راهم ولاو في هاد البلاد خونو كذبو نهبو حيت زالو قاعد تغاد حلونا فوق الدرس مقلل فيا مقلل فيك اش بدلك يا طارق الزمان يبدلك زمان يبدل اللي ما يتبدل الدنيا كتخلع والشياطين بالصح راهم ولاو في هاد البلاد حنا جيل همومنا كتختلف مع همومكم زيدوا نتوما ما بقاتش عندكم هموم ضربتوا يديكم سكيتوا علينا البيبان خليني هادو راهم مسطين خليني رحنا خصنا نعاقبوكم نعمسي ياك معلوم نكون درنا داكشي اللي درنا وما نديروش داكشي اللي درتو نتوما بحالاش السي خليه يتكلم من فضلك ما نكراش نشوفو كيغرق راسو بيدو تكلم كنقول بصوت عالي بانكم نتوما اللي خاصكم تعاقبوا عن اقتناع هذا ما يقرب نصف من القرن من الزمان وانتوما كتنتفوا في هاد البلاد وفي ناس هاد البلاد نفختو كروشكم وسنتوها وعمرتو جيوكم حتى التخبات وانتوما سالين كتبيعوا فيها دابا البراني طراف طراف كيف خليتهم كيبيعوا في الموتور ديالي هادي شي ايام في سوق العفاريت الهدوء من فضلكم الهدوء من فضلكم الهدوء من فضلكم تكلم بعتوا للفرنسيس الماء والضو باش كيغسلوا المغاربه ويضويو بليتوهم بالهاتف المحمول واسستوا شركات وكتوزعوها عليهم وبعتوا شركه للصبليون شردتوا الشباب وغمضتوا عينيكم على اصحاب الباركوات في البحر في كيديهم ويلوحهم سيدي الرئيس هادشي اللي درتو غادي تعاقبوا عليه لقد حان الوقت خونتو نهبتو فرستو جفلتو وجهلتو ولا بغيتو تشبعو اتوبوا ورجعوا لله شوف شكون اللي كيتكلم عن رجوع الله كافر ومصيره جهنم كي شفتي جهنم عندك صورتها سمعتي اش قال خلينا الله يهديك هادشي راه خويا زعما تتسمع طلبت منكم الهدوء نعاود نسمع هاد الضجيج نامر بافراغ القاعه وانت كف عن هاد السخرية السخيفة ديالك ولا غنصيفطك فين تربى وعرف مع من كتكلم مع انسان بحالي بحالو لا اقل ولا اكثر لا ماشي بحالي بحالك انا مسلم حافظ القران وعارف تفسيره ايوا سيدي الا كنتي عارف تفسير القران فسر لي سورة الفلق وانا باري منك هادي ما هي الجرأة هادي راه قلة الاداب ترى والله ما يقدر يفسرها هاد الصورة هادي حرفها ديمينون بسيكاناليست قرين الألوفات من الكتب هدوء من فضلكم عساك هاد السيد اللي ظهر علي ما كيقراتها جريدة الصباح هدوء من فضلكم وإذا طلبنا منك تفسرنا هاد الآية المذكورة أو لا لا إيوا تخطر معايا وفئات الجلسة والله تخطر معايا إذا نعطيك تفسير الآية يقدر يقنعك كتبت سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد هذه فعلا صعيبة التفسير زيرتي لي الأخ قبيلة ما يفسرهاش واخا حوال لأن هاد السورة منين ما داز ليها كتبره لي بلي ما كاينش اللي يوصل لتفسيرها صورة عميقة وحارو فيها الأذهان ومانيش عارف هادشي كله اش دخلك لهاد المصايب اللي تعطى الموسيقى كتسميه دخول المصايب المحترم واحد شويه تسكت
come as you were, as you went, as I wanted you to be. As a tramp, as a friend, as you alone don't believe, take your time. شويه زيد قاسم قال لك الشاف دير هذا مع الفقهاء راه من حفظه القران الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله صلاه المغرب من اشعل وضوء اللهم جل جلاله اللهم اغفر لي وارحمني اللهم رب هذه الدار تتم الصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله الفضيله وبعد مقام محمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد استو الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر أش كتعرف على صورة الفلق؟ قالوا لي طلبتي من شي حد في المحكمة يفسرها لك افتتحت صلاة المغرب بصورة الفلق عن قصد الليل شي حاجة خطيرة على أخلاق الناس العياذ بالله كيطيح الظلام على قلوب الناس وضمايرهم ماشي على الأجساد وفي حينها كيشتغل في بنادم أخبث ما فيه رغبته في الشهوات ريح يا رب من شر الوسواس الخناس ريح ومن شر غاسق إذا وقب افقي محي على هذا المنكر اطلق مني اطلق مني يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اطلق مني ومأواهم جهنم وبئس المصير اطلق مني ما تصورش شنو دارت عليك باش تخرج السالم مشينا انا وياها عند مونيا طلبناها تنازل في حقها لكن دبرت في 6000 درهم ما عرفش منين جات وعطت المحامي نرد لها كل شيء في ساعه الخير دابا خليني نشط شي شويه شعرك انا ملي كنت في البنيقه ما كنتش ناوي نفلت من عامين الحبس دابا انا هنا نشطو دابا نشطو لا بس انت كليستريف ديال السنسار هو اللي دار لي هادشي كانت عندي واحد خالتي كتاكل الفخر منك كتكون توحم يلا نوصلك رقية ويلي اش كاين ويلي باي باي ولا نهربوا من هنا يا سطردية ولد الحرام ما كترسي لا بالليل ولا بالنهار يلا خطف لي ميتي تربي خلاص بحال عزيز دابا قادرة ليه وصالح مالانكم نردو في الحبس الله يحلاوها
رايا فين هو السردي؟ راه هو هو علقك والله الا عبر عليك. انا مزوج بكايزه قولي فكني قولي فكني. انا نفكك انا رانا بغيت لك الحبسه بخوت الله رانا بغيت لك العذاب وادوينتي يا خطافه الرجاله. دونسي يا دابا دونسي البوطه دونسي اه خارجه بيا عيني غزافك. انا بغيتو قردك طراف طراف ولحق الكلام تتعامل لسا باش كدير هنا زري بحال قمت عام زري بحال تيا سبا عندي بين كلها وقل ما حشمت اطلع لك يا دابا دونسي يا البوطه دونسي. كنتم اشنو بغي البشير واخا قولي لصاحبك يجي ياخذ الموتور ديالو. شحال الخونه جات من عندنا ما يخلص والو. خلي سنعيط ونقولها لك. قولي النمره هاد التليفون 022 30 86 50. هاكي بس لله انا كلتوم بغيت نتكلم مع زير. واش عرفتيني؟ عرفتك يا بنتي. زير بعيد ما نشوفوه من دابا 6 شهور. نعم كلتوم. نعم عمتي. مشيتي ابنيتي الله يرضي عليك. واش ما شتينيش فين درت السوارت باش نحل هذا المشاقف؟ زير زير من مباشر زير هذا القاعه الاستقبال واحد صاحبه في الكارتي ديال الكبار طلب يشوفه. لا لا واش ممكن نسمع الخطبه ديال جمعه من عند فقيه محي؟ من بعد نقول لك. جده زاد عليها الحال خاصها تعالج. بغيتك تطلب ماماك تدبر لها على شويه ديال الفلوس. نقول زينب دوز تاخذهم من عندها. عباد الله من اتقى الله فاز بها. ولا تلقيت مع هذاك اللي يضربوا الكار كيفاش زعما؟ الطوموبيل هذا زعما هي واش وصلوا ليها؟ اه وكان غالي وقال لك تنزلوا عليه بحجره من الفوق. انا ما فهمت والو. ان العدل الحق وكيتسناو فيه لا يقوم الا على فريضه الحق. تلك الفريضه التي هجرها المسلمون وتركوها ظهريه. تلك الفريضة التي يقول فيها رب العزة لنبيه الكريم محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. إخواننا خارج هذه الجدران الظالمة يجاهدون ويرابطون من أجل إحقاق الحق ورفع راية الإسلام، فإني أدعوكم
من مكان هذا ومنبر هذا معشر الشباب الصالحين المؤمنين للانخراط والالتحاق بصفوف قوى الحق، وذلك لإعلاء كلمة الله ورفع راية الإسلام خفاقة رغم أنوف الملاحيد ورغم أنوف الحاقدين على الدين. غدا غادي نخرج، نقدر ندوز للدار عند ماما كلا بغيت. صفتك الفقيه محي عندي حد سماه الحاج محمد المختار، سمعتوك يوصفك. نهار غنخرج غتلاقيني به. البقية فروسكم، كان قال لي حافظ مريضة معلوم. جي زين جبتي شي فلوس؟ شحال خاصك؟ 800. واخا لالا ما مشى معاك باس. نوض يلا معايا نمشيو عند السيد. شكون؟ يلا. يلا بسم الله بسم الله. صار كيتسناك. ها؟ قلت بغا تشوفو. فين؟ الله يرضى عليك. مرادك تلتحق بالإخوان المسلمين على محكى لي الطريق. نعم. وهذا الشيء علاش ما فكرتيش فيه ملي كنتي في السجن؟ حيت ما كنتش متيقة من نفسي. والآن؟ الآن على أشد اليقين. الله يعاونك.
نعم زير عطيه هذا طالب نصر الدين هز عينك الباب اللي على الشمال سير 20 خطوه ووقف جيت من طرف حاج محمد المختار مرحبا بمبعوث الحاج محمد المختار خذي هذه الملفات السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته طالب هك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا إله إلا الله أكبر أبو البوق جيد مازال تربي إيه؟ نعم؟ نعم؟ إيه ولا إله الله عليها؟ دخل هدى هدى توريك الطريق السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا هنا؟ السلام عليكم فقيه فقيه سلامك يا أمير على السلامة
اجي انت. نعم الفقيه، شوف هذيك السياره. واخا مدرة الدراري صافا عليهم بخير. سمعت حفيد خرج وناوي يغادر البلاد. سعداته سكت قالك مرقيع، بلادك انت كتموت عليها. اش هذا قرقوبي؟ دوخ طريق طلع تكلم لمن فقه. رياضية واحد اثنين واحد اثنين طارق قعد سربي دغيا يلا سربي طارق زيد يا على هدى هذاك الشيء اللي كنسمع عليه وصافي. اش سمعتي؟ كيقولوا بلي با هو جور في العسكر جاب باش تخدم عند الحاج محمد المختار، هو يحصلهم الفقيه محيه هي وباه في الفراش وما عرفت اخا شنو داروا لها باش ما تبقاش تدوي. علاش باش ما تبقاش تدوي؟ ما نعرف. الا كانت باغيه تبيح كانت تستعمل وسائل اخرى من غير لسانها، تكتب وتبعث ميساج للانترنت. ما تعرف تكون هي ناوية على شي حاجة أخرى؟ بحالاش؟ انتقم بحال والو. كبركم معايا وتبعوني مزيان، هذه مجموعة ديال القنابل كنفجروا بها العدو وفيها مجموعة ديال الأنواع. مثلا هذه اللي كتشوفوا قدامكم كنستعملوها للمساحات الفارغة، وهذه كنديروها للعمارات الشعاع ديالو كيفوق 300 متر. اما هذا اللي كتشوفوه في جنبكم كنفجروه في المحلات اللي هي مغطيه، وهنا كما كتشوفوا جهاز تحكم عن بعد كنديروا له بحال هكا بهذه الحركه. اما هذا فهو جهاز موقوت كنستعملوه بنفس الطريقه. خذوا الكبسول في اليد اليسرى والخيط في اليد اليمنى. مزيان كنديروا الخيط هنا بهذه الطريقة وبشوية، ما ترعدش قلت لك انت، وبشوية الخيط الثاني بنفس الطريقة وبنفس العملية ديروا هنايا وبشوية دايما كندخلوا السلك حتى كتحس به وقف. ما تورقش دابا تبركع. وهذه هي النتيجة اللي بغينا توصلوا ليها. زايدك جالور ديما معايا، الطريقة ديال الانفجار ما كاين مسهل منها. عندنا هاد السمطة كيف ما كتشوفوا هنايا هي اللي كتنفجر، روليي لهاد ديتوناتور اللي كيكون هنا تحت البيطان، واحد هنا على اليمين وواحد على الشمال. يسفي باش تهزي يديك
ودير هكا. هذه ديمونستراسيون بلون، فهمتيو؟ غدا عندنا جبل انا وياك الا خلوني نطلع. غير خليوك سمعتهم قالوها، غنديرو براسنا تلفنا على الطريق. لقيت واحد المغاره فين تخزنوا، خلي حتى نمشيو وخرج دير ستوب باش تدخل بحالك، وقول لامك ديك العربيه حتى يدوز هادشي. يتبعوني فين ما مشيت الا هما بقاو على وجه هاد الارض. We spoke in walls and web. How long shall I stand? Your reason comes with game as a surprise. I spoke into his eyes. I must have died alone. Long, long, long. Balcon! Turco! Pablo! En position de combat! On est rien! En avant! Attaque! Fermez-vous! Harrek! 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 Yalla! Zid! Yalla! Harrek! Zid! Zid! Yalla! Harrek! Zid! Zid! Yalla! Harrek! Zid! Zid! Yalla! 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 Zid! Harrek! Harrek! Yalla! Harrek! Zid! 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 Yalla! Yalla! Harrek! Yalla! Harrek! Gaj! Shouf ma hadaf! يلا 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 فزير طلق طلق وصافا صافا غرانبور ا شيف دو كان غرانبور ا شيف دو كان جورج على ليكوت جورج على ليكوت ان دو تيز ايليمون سيت اكارتي دو لا بيست راتراپي امبيراتيفمون ليليمون ايغاري بيان روسو مالك؟ ما نقدرش نهرب، باغي نبقى معاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا آتنا. السلام عليكم. وراسي وعطوني الفهديد وحلوا الباب راسي وامي وراسي وبقيت الدوق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. هذا طريق الجهاد الذي اخترتموه أنتم معشر الصالحين. يا شباب الإسلام ويا صفوة الإيمان، يقول رب العزة في محكم كتابه الكريم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأنتم آمنتم وازددتم هدى واتبعتم طريق الحق وتركتم سبل الكفر والفسق، هذا اختياركم أنتم وهو الحق. إن الخراب عم والزنا طمى، وآن الأوان أن نضرب الكفر بكل ألوانه وبحزم، لنضرب الطاغوت وأتباعه من الكفر والزناديق وأحفاد القردة والخنازير وأتباع الصليب الملاعين بالحسام الفارق، ونكسر ظهورهم ونجتث جذورهم من الأرض حتى تطهر ويكون الدين لله. كم هادن وسايسن الطاغوت فلم يجد نفعا، والآن جاء يوم الفصل. معشر الصالحين المجاهدين، اسمعوا وعوا، عليكم بالالتزام والانضباط. كل واحد فيكم ابتداء من غدا غادي يعاين المكان اللي غادي يضرب ويلتزم بالتعليمات، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماتجيش عندي انا المقام. سير بعد مني، ما تبقاش تعرفني، كتفلى عليا.
راني معاك. سير يلا مشيو. انا ماشي قضي البيضة قولي لي. انا محتاج لك. صافي Oui, Georges. Un message est tombé. De quoi s'agit-il? D'un appel important. De qui vous savez? J'arrive. جورج شكون تما؟ طالب؟ لا هذا الزير. اش كدير تما ولدي؟ ها؟ لا 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 شنو مالك ياك عشبت ما كاين؟ اش وقع ليك؟ اش وقع ليك نوض الحاج؟ الله يودي اهدا 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 ما تحركش. حيد الفقيه زيد ليك قحيد من طريقي خليني نمشي بحالي. انا غادي نوريك كيفاش غتحيدها. فقيه الحساب راه مع الفقيه محي. حيد حيد الفقيه الله يهديك. لا وليدي لا حيد الفقيه لا وليدي لا 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 لا